هذا حيت بزاف ديال المغاربه فعلا ما كيشوفونيش في هذه الادوار هادو. بالحق هشام حجي اللي هو المنتج والمخرج ديال هذا الفيلم اللي جمع ممثلين امريكيين معروفين بزاف بزاف في امريكا، معروفين عالميا، وجمعنا حنا الممثلين المغاربه وعملنا عطاونا ادوار مع بعضنا بحال بحال. دونك انا كنت مفتخره بزاف بزاف باش نخدم في هذا الفيلم وباش المغاربه يشوفوني في واحد الدور مختلف على اللي كيشوفوني دائما. انا هذه التجربه هذه خصوصا حيت المخرج والمنتج مغربي، وبالحق كانت الاكسبيريونس بحال اللي كنا في شي فيلم برودكسيون امريكانيه ولا وحتى الانتاج ديال المغاربه دابا فريمون بدينا كنتحسنوا بزاف بزاف بزاف، وكنتمنى ان شاء الله يكونوا بزاف ديال الافلام بحال هادو. دابا انا ما بخباريش، بالحق راه بزاف ديال المخرجين بداو كيعملوا زعما كيشوفوا كيفاش يخرجوا الافلام ديالنا لخارج المغرب.